الأمر لا يتعلق بضرب تواجدهم العسكري أو تموضعاتهم العسكرية، وإنما ضرب مكامنهم في صنعاء. وأنا أعتقد أنه التصعيد في صنعاء هو الأخطر بالنسبة للحوثيين ومؤلم جدا. وبسبب هذا التصعيد سواء في مأرب وفي شبوة، دعني ألفت النظر إلى قضية مهمة. القضية المهمة الأولى هو أن التصعيد العسكري الميداني أفقد الحوثيين وإيران فرصة استعادة مأرب أو إسقاط مأرب، وهذا وإسقاط مأرب كان هدفا إيرانيا خالصا في تقديري، وهدفا استراتيجيا رأته إيران تحولا مفصليا في على مستوى الإقليم بالنسبة لها، ورهنت عليه وبنت عليه آمال كثيرة وتطلعات كثيرة. هذا الخيار أسقط بفعل التغير الميداني. لكن لاحظ ما هو التغير الميداني؟ كل ما في الأمر أن التحالف منح الجيش أسلحة. بس ميدانيا ألا ترى بأن الحوثيين نقلوا المعركة إلى ملعب جديد الآن، الملعب الإماراتي؟ هم لم ينقلوا إلى ملعب جديد. الأذى الألم الذي شعروا فيه في مأرب، والذي شعروا به من خلال الضربات المؤلمة في صنعاء، لأنها استهدفت ملاذات آمنة للقيادة الحوثية، فكان لابد من إيقاف هذا التصعيد من خلال الإرسال صواريخ إلى الإمارات. الإمارات هي الدولة الأكثر حساسية للهجمات التي تستهدفها، بعكس الرياض أو السعودية باتت مستوعبة لهذه الضربات وارتفعت كفاءتها في التعاطي مع الطائرة المسيرة. الصواريخ التي تستهدف أبوظبي أنا أعتقد أنها أعدت خصيصا لهذا الهدف. حتى الصواريخ التي تطلق باتجاه السعودية قلت، لأن السعودية تعرف أن هناك عمق كبير جدا واستطاعت أن تتعامل مع هذا الهدف، مع أن السعودية تشكو اليوم من نزيف لمنظومتها، منظومة الدفاع الجوي بالغة الكلفة وباهظة الكلفة. لكن واضح بأن المنظومة الأمنية لديها حساسية خاصة فيما يتعلق بالهجمات، ولهذا ثارت ثائرتها. هذه لا شك أن استهداف الإمارات أحدث حالة من الردع، لكن لم تصل إلى حد منع الإمارات من الاستمرار في الانخراط بالعملية العسكرية، لأن الإمارات اليوم هي ماضية في وضع اللمسة الأخيرة على المعركة، وهي لا تريد أن تبتعد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الحرب. طيب، كلام مهم سأكمل معك حوله، لكن اسمح لي